ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي. مرحبا بك معنا أستاذ مازن. نعم، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بكم. على الرغم من أن الثورة التي تجتاح أغلب مدن العراق وهي رافضة للأحزاب السياسية الفاسدة، لكن لا زالت تلك الأحزاب تناور من أجل إعادة تدوير نفسها. هل باتت هذه الأحزاب بمعزل عن الشارع العراقي وعن نبضه الحقيقي الذي عبر عنه العراقيون منذ شهرين ونصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. أهلا بكم. بلا شك أنه كل الأحزاب السياسية والرموز السياسية المرتبطة بالعملية السياسية أصبحت مرفوضة شعبيا، وهذه الحالة ليست يعني ولدت من خلال هذه الانتفاضة أو هذه الثورة، وإنما هذه الحالة موجودة منذ الاحتلال ولغاية الآن، لأنه كل اللي موجود بالعملية السياسية ثبت بما لا يقبل الشك من خلال الممارسات ومن خلال ما لاحظ شعبنا، سراق، طائفيون، ميليشيات تعمل من أجل الأجنبي، وبالتالي الآن الشارع أصبح اللعب على المكشوف بالنسبة للشارع، أنه بعد لا تنطلي عليهم أي حيلة أو أي ربما تضليل، لأنه الآن كل اللي موجودين بالعملية السياسية بما فيهم الرموز الذي يطلعون على الفضائيات يعني يعترفون بأنهم حرامية وسراق، والكل شارك بالكعكة والكل يقتسم الوزارات. إذا عملية النهب المنظم مكشوفة، وعملية السرقات مستمرة، المشاريع الوهمية، الدولار، الصفقات، العمولات، هذه كلها حقائق. نعم. يعني كانت موجودة وشاهدها الشعب بأم عينه، وبالتالي أصبح بالنسبة للشارع العراقي رافض كل هؤلاء الذين هم بالعملية السياسية، فأصبح بالنسبة للطرف الآخر اللي هم الحكومة والبرلمان والمرتبطين بها بالمؤسسات يقاتلون من أجل أن تبقى هذه العملية السياسية، لأن يعرفون إذا الثورة انتصرت سيكون مصيرهم المحاكم وستسترد هذه الأموال التي نهبت، ولذلك تجدهم يستخدمون أبشع الوسائل بقتل المواطنين العزل، ويحاولون بأي شكل من الأشكال أن يدافعوا عن باستخدام أي طريقة من على ذكركم للمكاسب التي تحققها تلك الأحزاب، صحيفة اندبندنت قالت أو أرجعت تمسك تلك الأحزاب بتلبيب السلطة إلى كونها تتكسب من وراء يعني البترول وأشياء كثيرة داخل العراق 45 مليار دولار سنويا. سيدي الفاضل، ميزانية العراق من الاحتلال ولغاية الآن تجاوزت 1200 مليار، ولم تبنى طابوقة في العراق، ولا مستشفى ولا مدرسة ولا معمل. أين ذهبت هذه المليارات؟ أكيد ذهبت في جيوب هذه الأحزاب وفي جيوب رموز العملية السياسية، وبدليل هناك عمليات يعني أكو مشاريع وهمية خصصت لها ميزانية وثبتت غير موجودة، إضافة إلى العمولات التي كانت تؤخذ من خلال الاستيراد سواء على مستوى السلاح. كلنا نتذكر فضيحة المالكي عندما ذهب إلى موسكو وكانت 400 مليون عمولة للوزراء الذين حضروا معه، إضافة إلى النفط اللي من البصرة يهرب إلى إيران، ومن خلال المنافذ الحدودية كثير من الأمور لا تخضع إلى الضريبة. كل هذه العمليات كانت تذهب لصالح الأحزاب السياسية، ولذلك تمويل الميليشيات، تمويل هذه الأحزاب جاء من خلال هذا النهب المنظم من ميزانية الدولة. كل الوزارات اللي موجودة بالدولة هي موزعة حسب الحصص وحسب الاتفاق الذي ما بين رموز العملية السياسية، الوزارة بالكامل تخضع لهذا الحصص. إذن هي من ناحية تخشى على هذه المليارات وتخشى من أن يعاقب الشعب قادتها في المستقبل. بلا شك، لأنه انتصار الثورة أولا سيحاسب هؤلاء العملاء والسراق، وبنفس الوقت سيسترد كل الأموال التي سرقت من العراق من قبل هؤلاء، فبالتالي هؤلاء يعرفون جيدا أنه بالنسبة لهم هي مسألة مصير وجود، رغم أنه أنا أتوقع هؤلاء الجبناء لا يستطيعون المواجهة، يعني خير ما بهم ما يستطيع أن يطلع يواجه الشارع، لكنه من خلال الميليشيات المسلحة يستطيع أن يمارس عملية الخطف والاغتيال والقتل والتهديد. لكن كل هذه العمليات مارسوها ولن تجدي نفعا، الشارع والشعب مصمم على أسقاط العملية وسينالون جزاءهم،
سواء بالمحاكم إذا لحقوا على محاكم، لأن الشارع ربما غضب الشارع يفضي إلى نتائج غير هذه النتائج. ربما البعض منهم يسحل في الشوارع مثل ما ذكر فارس المطلق، قال إذا انتصرت الثورة سيسحلونا في الشوارع. نعم نعم. طيب من ناحية أخرى، هل أنت معنا أستاذ مازن؟ نعم. من ناحية أخرى، عندما نتكلم عن أو تتكلم هذه الأحزاب والحكومة وتسوق نفسها أمام المجتمع الدولي بأنها جاءت بشرعية الصندوق، هل يقبل المجتمع الدولي انتخابات قطعها أكثر من 80% من الشعب العراقي؟ وأيضا هل بقيت شرعية لهذه الأحزاب بعد الثورة الحالية؟ مسألة الشرعية أساسا لم تكن موجودة منذ يوم الاحتلال، لأنه الاحتلال جاء بهذه الحكومات. ومع هذا حتى الانتخابات التي صارت، وبدليل أنه كانت تروج الحكومات المتعاقبة، نحن جئنا من خلال صناديق الاعتراف. العراقيون في الانتخابات الأخيرة قرروا مقاطعة الانتخابات لكي يثبتوا للعالم بأن هذه الحكومة مقاطعة والانتخابات قاطعها الشعب، ولذلك من ذهب إلى الانتخابات لا أقل من 13%، وبذلك رادوا أن يعطوا رسالة إلى العالم أنه 87% من الشعب العراقي رافض هذه الانتخابات ورافض هذه الحكومة. فأي شرعية اكتسبتها هذه الحكومة بالانتخابات؟ هل يجوز أنه 13%؟ ورغم 13% أيضا حصل تزوير. فإذا هو الشارع وصل رسالة إلى العالم بأنه هؤلاء لا يمثلون الشعب العراقي. على ذكر الانتخابات أستاذ مازن، نظرا لضيق الوقت، النائب فائق الشيخ علي قال وصفا أو شبه ما يجري بطريقة يعني جميلة، عندما قال أن قانون الانتخابات الجديد هو تقسيم لفاكهة البطيخ، يعني يشبه ما يفعله العراقيين بفاكهة البطيخ. كيف ترى توصيف النائب لما يتقاسمه النواب من كعكة العراق؟ توصيف هذا النائب وغيره الحقيقة يعزز ويدلل على فشل العملية السياسية وفضح العملية السياسية، لأنه الآن أصبح رموز العملية يتحدثون عن فشلها وعن عن عن أخطائها وعن جرائمها، وبدليل فايق الشيخ علي وغيره من النواب. يعني بعض أحد النواب طلع على الفضائيات وقال كلتنا حرامية، حتى عندما سئل حتى أنت قال نعم حتى أنا، وغيرهم من الوزراء وغيرهم من النواب كلهم يتحدثون بالفساد. فإذا مسألة الكعكة ومسألة أنه القانون الانتخابات الأخير الذي يريدون أن فصلوا مثل ما فصلوا الانتخابات السابقة على مقاس الكتل الكبيرة، هذا دليل على إفلاس وهزيمة العملية السياسية وفقدت شرعيتها. وبالتالي أنا أعتقد الأيام القادمة ستثبت للعالم بأنه ما قاله العراقيون منذ اللحظة الأولى للاحتلال بأن هؤلاء عملاء ولا يمكن أن يبنون دولة، وهؤلاء انتمائهم إلى 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 إيران ولا يمكن أن ينتمون إلى هذا الشعب، وبدليل لم يقدموا للشعب العراقي غير الدمار والقتل والنهب والطائفية، ومصيرهم إن شاء الله قريب. شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي، كنت معنا من لندن السيد مازن التميمي.